بعد أن تعرفنا على أحرف الأبجدية الإنجليزية، هناك 5 أحرف تحل محل التشكيل في اللغة العربية، ألا وهي حرف الإي. لو بدأنا به الكلمة and في وسط الكلمة cat، حرف الإي إذا بدأنا بها الكلمة and في وسط الكلمة hen، إي إي في أول الكلمة eat في وسط الكلمة meet، إي إي مثل meet، I in في أول الكلمة، pin في وسط الكلمة، O إذا بدأنا بها الكلمة on في وسط الكلمة dog. حرف اليو إذا بدأنا به الكلمة on في وسط الكلمة but. من الممكن أن نستخدم الأو واليو فتعطيني مدا أطول مثل كلمة أوت بوت، أوت أو يو في أول الكلمة، بوت أو يو في وسط الكلمة. ولكن هناك شيء جديد يوجد في اللغة الإنجليزية لا نلاحظه في اللغة العربية، حيث أن هناك بعض الحروف في اللغة الإنجليزية إذا اجتمع معا أعطتنا نطقا جديدا مثل CH، فتتحول إلى حرف جديد تشا مثل chair. TH من الممكن أن تنطق thank، think، thought، أو TH تعطينا ذا مثل this، that، these. SH تعطينا شا مثل she. PH حتعطينا حرف الفاء photo. GH يجب أن نلاحظ هذين الحرفين إذا وضع في وسط الكلمة يكتب ولا ينطق مثل light L-I-G-H-T، fight F-I-G-H-T كتبناهم لكن لم ننطقهم، لكن إذا وضع في آخر الكلمة تنطق فا مثل enough، E-N-O-U-G-H enough، نطقناهم فا. هناك ملحوظة أخرى يجب أن نلاحظها توجد في اللغة الإنجليزية ولا مثيل لها في العربية، مثل الحرف الثالث في الأبجدية وهو حرف السي، دائما سوف ينطق كا مثل كات سي اي تي، كات سي يو تي. إذن متى ننطق السا؟ اس. هناك 3 أحرف إذا أتيا بعد حرف السي تنطق اس، وفيما عدا ذلك فسوف تنطق دائما كي. هذه الأحرف 3 هي اي اي واي. ناخذ مثال، اي مثل سنت، اي سيتي، واي مثل كلمة بايسكل عجلة. هيا بنا نلاحظ السي كتبت مرتين،
إحداهما نطقت إس عندما أتى بعدها واي باي سي. السي اتنطقت كي بايسيكل بي آي سي واي سي ال إي. ويبقى بكده عرفنا مشكلة حرف السي. مرة تانية هقولها، إذا جاني بعدها إي أو آي أو واي سوف تنطق إس، وفيما عدا ذلك سوف ننطقها كي.